عسلامة، مرحبا بكم من سكال، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا مع بعضنا طاجين بروكلو، طاجين بنين برشا اون بليس فيه برشا منافع. خليكم معايا في الفيديو الاخر باش تشوفوا معنا طريقه التحضير والمقادير. بالنسبه لي او مارزو القناه، ما ينسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ومستنى كالعاده تشجيعاتكم. ما نطولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقه التحضير. هنا بالنسبه للمقادير عندي هنا بروكلو سمطته في ماء وشويه ملح، حطيت شويه زعتر وكليل جوست شويه للنكهه باش تنحى ريحه البروكلو، وحطيت معاهم ورقتين رند وسنها ثوم. الحق جربوها وتفكروني ياسر يعطي جوبنين البروكلو وما تنحى الريحه القويه نتاعو. وعندي هنا ثوم، وعندي هنا بصل قصيته. بالنسبه للفحات نتاع صوص تاع الطاجين، خديت هنا ورقه رند وشويه زعتر وشويه كليل وشويه كركم وملح وشويه تابل. وعندي هنا معدنوس قصيتو، نستعمل هنا عندي فرماج مثلثات، تنجم تستعملو كيما تنجم متستعملوش كيما تحبو معناها. وعندي هنا البيض حسب الخليط، وخديت هنا شوية جبن نستعملو، وخديت هنا سكالوب قصيتو. بالنسبة لطريقة تحضير صوص تاع الطاجين، هنا حطيت شوية زيت باش نكمل، نحط توا البصل نخليه شوية. نكمل نضيف عليه اللحم باش يتقلى معاه. السكالوب هنا مستحسن كسور جوايب، كمل نضيف لفحات ورق الراند، هني بعد ما كملت خليتهم البي باش كمل نضيف الثوم. عندي هنا ماء سخن مش كامل نضيف هنا ماء سخون، مستحسن هنا ديما نزيدو ماء سخون متوش ماء بارد. مش كامل نضيف هكا شوية ماء، باش نخليه يكمل يطيب، باش نغطيه وباش نخليه يكمل يطيب. هنا الصوص نتاعنا هبر، لازم يبدا هكا بالقوام هذا. خليته وحطيت لشيح من الماء، ما خليتش فيه برشا ماء على خاطر ديما تقرا حساب انه البروكلو فيه يبدا فيه الماء، والطاجين هذا ما يستحقش ملي تحطوا فيه الكريم ليكيد لحد شيء على خاطر البروكلو بطبيعته طري شويه، ما يستحقش معناه. اول حاجه هنا باش نحاول هكا فتح شويه البروكلو، باش نكمل نضيف عليه هنا الصوص تاع الطاجين. نحط المعدنوس، نحط الفرماج، خلي شوية باش نحطو من فوق، باش نقص هنا هكا شوية فرماج. باش نعمل هكا نخلط المكونات كلها بعضها. نضيف البيض باش نشوف حسب الخليط، باش كامل توا نخلط ونشوف كاين سافا سافا، سينو نكمل نزيد البيض. شوي باش كامل بدا نزيد شوي بعير، نقوم شوي بشوي كعبة أخرى ونشوف. هكا
هكا سبع الخليط. تو باش نكمل نضيف شويه خميره. حق خميرة الجاتو ديما نستعملها في الطاجين، يصير بعد يجي الطاجين خفيف. جربوه وفكروني بالحق، حتى كي ما تكونش بسيسين تحطوا اي طاجين تعملوه حطوا شويه خميره، بالحق بعد يجي الطاجين خفيف ويجي بنين على الاخر. الطبق تاع بريكس دهنتو بشويه زبده، نكمل نحط فيه الخليط الكل. بسم الله خليت هنا شويه فرماج نحطو هكا من فوق. كم هنا زين بالزيتون، بعد يجي مبرم زين بالزيتون. مسابعه باش كامل ندخلو الفرن. الفرن ديجا حطيته يسخن، باش ندخلو تاو الفرن باش نحطو على 180 درجه. انتم بيسوقو انتم الفرن تاعكم. وهنا الطاجين تاعنا حضر بالحق، نودكم ما نشهيكم. شوفوا ما شاء الله الريسيت تاع نجح على الاخر ويجي بنين برشا. ان شاء الله يا ربي تكون الريسيت تاعي عجبتكم، عجبتكم الطريقه. كان عجبتكم ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو بين حبيبكم واصحابكم وتخلوا لي تعليقاتكم، خاطر رايكم يهمني برشا. تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، واكثر خليكم في صندوق الوصف اللي عم تاع الانستغرام واللي عم تاع جروب فيسبوك امور دو كويزين باي امونه. مرحبا بكم الناس الكل، ونستنى تطبيقاتكم على جروب فيسبوك، خاطر بالحق كي تجربوا حاجه تنجح معاكم يسر يفرحني. بسليمة في وصفة جديدة إن شاء الله.